بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حديث الناس. مشاهدي الأعزاء، تمر الصحة السياسية هذه الأيام بالعديد من المبادرات السياسية والوطنية بغية الخروج من الأزمة الراهنة، ورغم حالة الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد وفي ظل خيارين إقصائيين، تسقط بس وتقعد بس، ثمة طريق ثالث يمكن أن يخرج البلاد من مشكلها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لتتجاوز أزمتها بأمان، طريق قد يفضي إلى حل سياسي شامل وجامع ويذوب حوله الولاءات الحزبية والقبلية الضيقة إلى ولاءات وطنية كبرى. وحدها المبادرات الوطنية الخالصة قد تكون ضوءا في آخر هذا النفق المظلم. لمناقشة الحال السياسي والواقع أرحب داخل الاستوديو اليوم بضيفي باشمهندس الطيب مصطفى، رئيس منبر السلام العادل والقيادي بتحالف قوى 2020. بداية مرحبا بك باشمهندس إلى حديث الناس، ونرجو أن تطلعنا على تحالف قوى 2020. بارك الله فيك. سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الأمسية، وأقول إن تحالف 2020، تحالف قوى 2020، يضم حوالي 17 حقيقة حزب وحركة سياسية، عدد كبير منها في مشارك في الأجهزة التشريعية بصورة خاصة. معظم هذه الأحزاب والحركات مشارك في الأجهزة التشريعية على مستوى المركز هنا في الهيئة التشريعية القومية، مجلس الوطني ومجلس الولايات، أو في المجالس التشريعية الولائية. نعم، هذا هو التحالف. قام على مشتركات، قواسم مشتركة تجمع بين مكوناته. هذه أهم هذه المرجعيات والقواسم المشتركة أن كل هذه الأحزاب منضوية في الحوار الوطني، كلها انضوت في الحوار وكلها وقع على الوثيقة الوطنية. لذلك نحن لا نخرج على الوثيقة الوطنية، هذه هي الخط الأحمر بالنسبة إلينا. كل الأحزاب التي تريد أن تنضم إلينا ينبغي أن تلتزم بهذه المرجعية، ما عدا ذلك فنحن مفتوحون للجميع، يعني كل القوى السياسية مرحب بها بأن تأتي وتنضم طالما أنها ملتزمة بهذه المرجعية الأساسية. باشمهندس، كيف تقرؤون الآن الساحة السياسية في السودان؟ العمل السياسي الآن كيف يمضي؟ والله يعني بصراحة شديدة جدا، البلاد تعيش أزمة، لا يستطيع أحد أن ينكر أننا نعيش في أزمة كبيرة، أزمة اقتصادية وسياسية. وتعلم أن السودان يعيش في حالة طوارئ الآن، يعني فرض عليه حالة طوارئ. حالة الطوارئ لا تفرض إلا إذا كان الوضع مأزوما. ولذلك فإن البلاد تعيش أزمة سياسية نتجت عن أزمة اقتصادية بالرغم من تداخل الاقتصادي والسياسي وتأثير كل منهما على الآخر، لكن البلد تعيش في أزمة سياسية كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود وتحتاج إلى مبادرات وتحتاج إلى تنازلات وتحتاج إلى أن نرفع من حسنا الوطني وأن نعلي الوطن على ما عداه من يعني ولاءات. هذا ما ينبغي أن يحدث الآن. البلد تعيش في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، تعلمها، ولذلك نحن بين يدي انتخابات ستجرى، ينبغي يفترض أن تجرى حسب الدستور في 2020، يعني بعد عام واحد. لكن هذه الانتخابات التي ستجرى بعد عام واحد كيف تجرى في ظل حالة الطوارئ؟ كيف تمارس الأحزاب السياسية التي تريد أن تخوض الانتخابات التي ينبغي أن تجرى بعد عام واحد، كيف تخوض مثلا وكيف تمارس الحرية وكيف تعاطف الجماهير في إطار في ظل هذه الأوضاع، أوضاع الطوارئ؟ بالإضافة إلى ذلك هناك قوى ممانعة لم تلتزم، لم تدخل في الحوار الوطني، وبعضها خارج الوطن، يعني حركات مسلحة. لذلك هذه الأوضاع تحتاج إلى مبادرات للتعاون مع هذا الواقع، يعني لا يصعب جدا أن تقيم انتخابات بعد عام واحد.
لذلك لابد من وجود مبادرات كيفية التعامل مع هذا الواقع. نعم باشمهندس، هناك كثير من المبادرات قدمت يعني دعنا نتحدث عن للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية، كثير من المبادرات قدمت. نعم. يعني كيف تقرؤون هذه المبادرات؟ طبعا نحن أصحاب مبادرة، لكننا حقيقة بعد أن نظرنا في هذه المبادرات جميعا خرجنا بمبادرتنا هذه. نعم. قيم لي هذه المبادرات. هذه والله أنا يعني آسف جدا أن أقول بأن يعني كلها هي مبادرات وطنية، وكل الذين قاموا بها مؤكد هم يعني ينشدون يعني الإصلاح، ما في كلام. لكن معظم هذه المبادرات خرجت من إطار مرجعية الحوار الوطني. هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني هذه المشكلة الكبيرة. عدد منها يطالب بالآن الآن يعني تسقط بس مثلا. تسقط بس، كيف تسقط بس؟ كيف تسقط وبدون أن توجد البديل؟ كيف تقفز في المجهول؟ كيف تقفز في الظلام؟ لا يمكن لهذا أن يحدث الآن، يعني سيما وأن هناك اختلاف كبير جدا، أن هناك اختلاف كبيرا بين هذه المكونات السياسية. سيحدث صراع وبلادنا تعيش هشاشة كبيرة. بلادنا تعيش، يعني أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الدول الأخرى التي تعاني عانت من أزمات وتعاني من حروب، لا أعتقد بأنها يعني في مثل هشاشة السودان. السودان أكثر هشاشة، بيئته الاجتماعية ضعيفة جدا. بلادنا والله فيها كثير جدا من مشكلات العصر الجاهلي، حروب داعش والغوراء لا تزال تشتعل في بلادنا، ليس بين القبائل، إنها بين بطون القبيلة الواحدة. هذه بلاد مثل هذه عندما تسقط السلطة المركزية، هو بلاد مليئة بالسلاح داخل الخرطوم وخارج الخرطوم، بلاد فيها حركات مسلحة كلها ينشد تغيير النظام بالقوة بالعنف. لماذا؟ لأنها حملت السلاح ولم تلقي السلاح، تقوم على مبدأ تغيير النظام باستخدام السلاح. لذلك في ظل هذه الأوضاع ينبغي أن نكون واقعيين وأن نتعامل مع هذا الواقع. هل نرمي بأنفسنا ببلادنا إلى المجهول أم أن نشتغل بالمضمون؟ عشان كده نحن نظرنا إلى هذه المبادرات المختلفة ورأينا أن نأتي بمبادرة ليست منحازة لطرف من الأطراف، ليست منحازة لطرف الحكومة ولا لطرف المعارضة الموانعين الذين هم خارج الحكومة والذين يعارضون الحكومة، وحتى الذين يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون ويرفعون شعار تسقط بس. هذه المبادرة حاولت أن تجيب وأن تعبر عن هاتين الفئتين. نعم. حديثنا عن هذه المبادرة. طيب باشمهندس الطيب، يعني مبادرة تحالف قوى 2020. نعم، مبادرتنا تقوم على شيء واحد. أولا الاعتراف بأن لا يمكن يعني بعيدا عن تسقط بس وبعيدا عن توحد بس. تسقط بس هو النغذي بالسودان إلى المجهول، ونحن نعلم التحديات ونعلم ال 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 الأخطار الكبيرة المحتق ببلادنا. نحن نريد حقيقة أن نتجاوز هذه الفترة الشرعية الحالية. كل الأحزاب الممانعة لا تثق في هذه الحكومة ولا تثق حتى في رئيس الجمهورية أنه يمكن أن يجري انتخابات حرة نزيهة. شك كبير جدا في أن الانتخابات التي القادمة ستكون مخجوجة، ستكون يعني يتلاعب بها، وكثير من الغوص قاعد تقدم لك براهين على انه في تلاعب حصل، ويأتون بوثائق وبمعلومات كثيره جدا ويثبتون بها بان في الانتخابات السابقه كان كذا وكذا. طيب ازمه الثقه في ان تقوم انتخابات، هذه ينبغي ان تعالج بصوره من الصور، ترضي الطرفين بحيث يشارك الطرفان في وضع انتقالي، بحيث أنه هم الطرفين دائل هم الذين يجروا انتخابات، الطرفين طرف المعارضة الحكومة. عشان كده نحن جئنا قلنا أنه خلال بعد انتهاء الشرعية الحالية تؤجل الانتخابات لمدة سنتين، تكون فترة انتقالية يحكم فيها مجلس رئاسي بعد انتهاء أمد الرئيس الحالي. مجلس رئاسي رئيس الجمهورية الحالي يكون جزءا منه، لكنه ليس السلطة المطلقة، ليس رئيسا واحدا. مجلس انتقالي مكون من 5 أفراد تشارك فيه القوى السياسية المختلفة بما فيها القوى المعارضة.
هؤلاء الخمس هم الذين يحكمون السودان ويقيمون الانتخابات، يجرون الانتخابات، ولهم مهام أخرى كثيرة. هذا ما تقوم به تقوم عليه المبادرة، أن يقوم مجلس رئاسي مكون من رئيس الجمهورية رئيسا، لكن السلطة ليست سلطته وحده، إنما هو واحد من خمس أفراد. يعني أنا دائما أضرب مثال وقلتها للسيد الصادق المهدي، يعني لو كان أنت دخلت في المجلس الرئاسي ألا تثق في الانتخابات التي ستجرى عندما تدخل أنت في المجلس الرئاسي الذي سيقيم الانتخابات؟ مثلا إذا دخل أقول واحد من الحركات المسلحة جبريل أو مناوي مثلا، ما هؤلاء كذلك سيثقون في أنه سيكونون من الذين يجرون الانتخابات، فيثقون في الانتخابات التي ستجرى. مفوضية الانتخابات هذه سيشاركون في صناعتها، في اختيار أعضائها لكي تقيم الانتخابات، وهكذا يعني. هذا المجلس الرئاسي، طيب من الذي يقوم باختيار هذا المجلس الرئاسي؟ الحكومة الحالية بما فيها رئيس الوزراء، بما فيها البرلمانيين في المجلس الوطني وفي مجلس الولايات وفي المجالس التشريعية، كثير منهم جاءوا بناء على آلية تسمى آلية الحوار الوطني. يعني الجمعية العمومية للحوار الوطني، أحزاب كثيرة جدا، أكثر من 100 حركة وحزب سياسي اجتمعوا لمدة 3 سنوات تقريبا وخرجوا بمخرجات. هذه المخرجات طلعت في شكل مخرجات، في شكل تعديلات دستورية، هي التي نصت على أن يكون هناك رئيس وزراء، ويعمل الآن هذا رئيس الوزراء هذا، وعملت على أن يكون في يعني أعضاء المجالس التشريعية وما إلى ذلك. نحن دخلنا بموجب الحوار، أنا دخلت المجلس الوطني بموجب الحوار الوطني. هذا المجلس الوطني الآن بعد المستجدات الأخيرة والطوارئ وصعوبة إجراء انتخابات بعد عام واحد، المجلس الوطني الحوار الوطني ينعقد مرة أخرى. الجمعية العمومية التي أنشأت ذلك الوضع تجتمع مرة أخرى لكي تنظر في الوضع الجديد. هذا ما رأيناه في مبادرتنا. المجلس الرئاسي سنعرض على أقصد الجمعية العمومية للحوار، هي التي نعرض عليها أن يقوم بوضع انتقال لمدة سنتين، تؤجل الانتخابات وتجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وأن الجمعية العمومية تجيز هذا الوضع الانتقالي وتكون المجلس الرئاسي، هؤلاء الذين يعبرون على السودان كلهم، يعني الرئيس زائدا بأربع، تختار الأربع ذيل. هذا المجلس الرئاسي يختار رئيس وزراء يعني والمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء يختاروا الحكومة ويختاروا حكام الولايات. هذا هو الوضع الذي ندعو إليه. في مطالب أخرى هي في 10 نقاط حقيقة، لكن هذه أهم نقطة باشمهندس الطيب. لكن يعني هذه المبادرة التي تقدمونها أنتم في تحالف قوى 2020، يعني دعني أسألك أولا، يعني تحدثت في سياق حديثك عن صعوبة قيام الانتخابات بعد عام، لماذا يعني أين تكمن الصعوبة؟ الصعوبة تكمن في أنه الآن باقي شهور، والآن الطوارئ، حالة الطوارئ ستستمر لمدة 6 شهور لحد شهر 8، نعم، وقابلة طبعا للتنفيذ، يعني إذا لم يستقر الوضع ستستمر 6 شهور أخرى، لأن أصلا كانت هي سنة. أي أن حالة الطوارئ تعوق العمل السياسي وعقد المؤتمرات وكذا؟ مؤكد. طيب. طبعا حتى النصوص أوامر الطوارئ الأمر رغم 1 ورغم 2 يعوق الحريات، يعني لا يسمح للأحزاب السياسية أن تنطلق ولكي تخاطب الجماهير، ينبغي أن تأخذ جناية وأنه عشان تمشي تخاطب الجمهور عشان تقنعهم ببرنامجك الانتخابي، هذه صعبة جدا في ظل الطوارئ. نعم. صعب جدا أن تقيم انتخابات في ظل الطوارئ، وهذا هو السبب الذي يعني ذهبت إليه، هذا دعانا إلى أنه نحن نعمل هذه المبادرة، أنه نحن نؤجل هنا، بالإضافة إلى أصل الوقت ضيق جدا، يعني الناس عشان يكونوا جاهزين، ومشكلة وفي حركات مسلحة، إذا افترضنا أنه لا يوجد حتى وضع أو حالة طوارئ، في حركات مسلحة هذه نريدها أن تدخل، لا نريد أن نكرر الخطأ السابق. أخي الكريم، في سنة 85 انتفاضة رجب 85 أجرت انتخابات في 86، لم يعترف بها جونغرن، لم يعترف بالديمقراطية التي جاءت، بالرغم من أنها كانت ديمقراطية عجيبة،
كانت سماها بعض الناس بأنها هي إباحية سياسية، مباح فيها كل شيء. ديمقراطية لا توجد في أمريكا ولا في بريطانيا، ديمقراطية يعني حرمت أحلت المحرمات. بالرغم من ذلك لم يعترف بها جون غرين. لماذا لم يعترف بها جون غرين؟ لأنه أصلا هو هدفه أن يقبض على السلطة، وما همه كثير قصة أنه ديمقراطية وما ديمقراطية، ما شغل بديمقراطية، وأتباعه كلهم يعني ناجع عرمان وهم ما كانوا شغال بديمقراطية. فلذلك قاتلوه، ظلوا يقاتلون فترة وحكومة الصادق المهدي، الحكومة الانتقالية بتاع سوار الذهب وحكومة الصادق المهدي، وتسببوا في إسقاط حكومة الصادق المهدي لأنه أضعفوها جدا بهذه الحرب. لا نريد أن ندخل إلى ديمقراطية منقوصة، ديمقراطية فيها من يحمل السلاح. نريد هؤلاء الذين يحملون السلاح أن يأتوا ويشاركوا الانتخابات ويضعوا، ونريد منهم أن يضعوا السلاح لكي يدخل الجميع في هذه الانتخابات، ويكون صندوق الانتخابات بديلا لصندوق الذخيرة. نعم باشمهندس، لدي تقرير نتابعه ثم نعود نواصل بقية الحديث. يتشكل مستقبل الحوار الوطني في السودان على عتبات وسيناريوهات بعد إعلان حل الحكومة وحالة الطوارئ في البلاد. يترقب الوسط السياسي والمجتمعي نجاحا شاملا للحوار من خلال وصول أطرافه إلى حل سياسي يزيل أزمات البلاد الحالية من خلال تقارب بين الحكومة والقوى السياسية، بما يفضي إلى تفاهمات وأرضية مشتركة. رغم أجواء السياسة الملبدة بالغيوم، فإن القوى التي قبلت المشاركة في الحوار مع الحكومة لا تزال متفائلة وترى أن هناك فرصا حقيقية لإنجاحه في المرحلة المقبلة. وتتمسك هذه القوى بالحوار منهجا لحل أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية وإنجاز الدستور الدائم. أقرت الحكومة بصعوبات واجهت البلاد اقتصاديا وسياسيا خلال المرحلة الماضية، ووضعت لها برنامجا للحل بتشكيل حكومة كفاءات. في محاولة لتجديد مبادرة الحوار الوطني وتوسيع مظلته ليشمل قوى رافضة، بدأ ممثلو الأحزاب وقيادات سياسية حراكا مكثفا في محاولة لإحيائه، وطالبت الأحزاب رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة الحريات، مشددين على أهمية عدم تغييدها بتنفيذ حالة الطوارئ باعتبار أنها أهم مطلوبات الحوار مستقبلا. ويرى محللون سياسيون أن عملية الحوار ستتعرقل وتتأخر في هذا التوقيت لشهور، بجانب اصطدامه بتوافق مع الانشقاقات والتفاهمات للأحزاب السياسية. والبلاد مقبلة على إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تبقى لها أقل من عام. وحذر محللون من أنه إذا لم تفضي مبادرة الحوار إلى توافق، فإن الأزمة السياسية لن تبرح مكانها، ويزداد عدم الثقة واحتكار السلطة، ما يعني سيناريو أكثر سوءا تصعب معه أي تسويات جديدة. شكرا جزيلا للزملاء، أهلا بكم مجددا مشاهدي الأعزاء، متواصلون معكم في حديث الناس. موضوعنا اليوم المبادرة السياسية ومستقبل السودان، وضيفي داخل استوديو الباشمهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل والقيادي بتحالف قوى 2020. أرحب بك مجددا باشمهندس الطيب. تحدثت عن صعوبة قيام الانتخابات يعني خلال العام المقبل أو ما تبقى من 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 أمد الحكومة الموجودة حاليا، وأشرت إلى أهمية مشاركة الحركات المسلحة في المرحلة المقبلة. يعني ربما يتبادر إلى ذهن من يتابعنا الآن سؤال مهم جدا، وأن هذه الحركات ربما أخذت الكثير جدا من الوقت للتفاوض، ولتأتي يعني دعوات من رئيس الجمهورية أن تعالوا لنجلس للحوار، أن تعالوا إلى نوقع اتفاقية سلام. يعني ما الجديد هذه المرة الذي تتوقعون أن يدعو هذه الحركات للقدوم وللجلوس وللتفاوض وللتحاور وللمشاركة؟ والله يا أخي صحيح أن هي مشكلة كبيرة جدا، يعني أنه يمكن جدا لبعض الحركات المسلحة أن ترفض تماما، حتى ولو جاء لو قدموا لها كل شيء. وحتى الآن هناك حركات كبيرة ترفض يعني الجلوس والتفاوض كلها. يعني مثلا أنا عبد الواحد محمد نور لا أثق كثيرا بأنه سيأتي مهما بذلت له مهما قدمت له، لأنه ليس حرا في أن يتخذ قراره ومرهون لجهات أخرى. لكن أنا أظن أن الحركات الأخرى يمكن أن تأتي إذا قدمت لها بعض الضمانات، بعض التنازلات. أنا أظن أن التنازلات مطلوبة جدا في سبيل أنها تأتي وتشارك. فيما تتمثل هذه الضمانات والتنازلات باشمهندس؟
الآن مطروح مثلا في يعني أكثر ما قدم للحركات المسلحة؟ ما الآن هو عنده مطالب مثلا في هنا يعني طبعا عنده في مواقف متطرفة. أعلم أنه قبل أيام قليلة في باريس بعض الحركات المسلحة أصدرت بيانا أو بعض يعني نداء السودان أصدروا بيانا، لكن أعلم أن هذا البيان لا يعبر عنهم جميعا، يعني كانوا متطرفين جدا للدرجة لأنه ظنوا أن الحكومة ساقطة لا محالة، وبالتالي يعني لماذا يتفاوضون خلاص يعني السلطة ستأتيهم على طبق من ذهب، لماذا عشان كده اتخذوا مواقف متطرفة جدا وقالوا بأنه سحبوا جميع الالتزامات السابقة، خارطة الطريق التي أقروها من قبل انسحبوا منها. هذا أنا أعتقد جازما بأنه لا يعبر عنهم كلهم، لا يعبر عنهم. أحيانا بتقدم يعني رفع السقف التفاوضي في سبيل أن تحصل على 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 تنازلات كبيرة. هم الآن حتى الآن يعلقون آمال بأن هذا الحراك يمكن أن يسقط الحكومة، وبالتالي هم يأتوا طوالي من برا ويركبوا يعني الناس بهنا وهنا ويطلعوا ويظاهروا وبدعهم، بس كده طوارئ يركبوا الكراسي جاهزة. طيب باش مهندس، إذا كانوا هم يجتمعون وهم مقتنعون بهذه الأفكار أن هذا النظام يعني زائل حسب ما يزعمون، يعني كيف سيقتنعون بهذه المبادرة ويأتون للجلوس؟ ما هو حتى الآن واضح أنه الحراك يعني خف كثيرا، فسيقتنعون في نهاية الأمر بأنه التظاهرات لا يمكن أن تضغط الحكومة. عندما يقتنعون سيرجعون إلى 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 سابق التزاماتهم. أظن أنهم الآن في طريقهم إلى ذلك. هناك متطرفون داخلهم. أنا أعلم يقينا، لا أريد أن أسمي، لكن بعضهم متطرفين، وأعلم أن بعضهم ليسوا راضين عن هذا الذي يحدث. يعني من 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 هؤلاء من ليسوا راضين عن هذا الطرح المتطرف، أعلم تماما هذا الكلام يعني. ولذلك بالإضافة إلى أنه عدد منهم شغالين بالغبائن، من فشغ غميته خرب مدينته، هذه مقولة يرددها السيد الصادق ابن المهدي كثيرا، وأخذها من جده الإمام المهدي، من فشغ غميته خرب مدينته. أنا أظن أنه هؤلاء سيرجعون. على كل حال ينبغي أن يبذل مجهود في سبيل ذلك، يعني الآن أو خلال الفترة الانتقالية. نحن الآن من خلال هذه المبادرة نطرحها عليهم، طرحناها يعني بدأتم فعليا في طرحها، أرسلتها إلى بعضهم. نعم. لم يأتيني رد حاسم، لكن أرسلته إلى بعضهم ونحن متواصلون معهم. وأظن أن المجلس الأعلى للسلام ينبغي أن يطلع بدور في هذا الاتجاه، وينبغي أن تقدم لهم الكثير من مطلوباتهم. الحكومة ينبغي أن تتحرك أكثر، يعني مثلا كانت قضية الإغاثة كانت عقبة كؤود، لكن الحكومة تنازلت فيها تنازلا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، وسألناها لماذا لم تتنازل في السابق. الحكومة مطلوب منها أن تقدم تنازلات أكبر في سبيل أن نحصل على موافقة هؤلاء لكي ينضموا إلى مسيرة الحوار، حتى ندخل إلى انتخابات مبرأة من الاحتراب، يعني وأن ننهي قصة أنه يكون في ناس برا حاملين السلاح ونحن نجري انتخابات بهنا ويفوز طرف غنائي، وبالإضافة إلى هناك من يسعى إلى إسقاط الحكومة بالذخيرة. بنسبة كم في المئة تتوقعون يعني موافقة هذه الأطراف الموجودة خارج السودان على المبادرة؟ لا, لا 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 أرجو بالغي، لكن أقول النسبة كبيرة. نعم. ومع أي الأحزاب والجهات التنظيمات السياسية الأخرى أيضا يعني حاورتم في هذه المبادرة أو قدمتموها بصورة رسمية لهم؟ هناك أحزاب أخرى جلستوا معها؟ أي نعم، نحن قبل متين أمس والله ونمس جلسنا مع المؤتمر الشعبي مثلا، طوال يعني احنا جلسنا قبل أيام قليلة، جلسنا مع يعني مجموعة يرأسها الأخ بحار أبو قردة، هو يضم مجموعة اسمها مجموعة معالجة الأزمة، يضم عدد كبير من الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني في اتصالات بيني وبين أحمد هارون، أرسلنه يعني يمكن نجلس خلال الأيام القادمين بحيث أن الشعب اعترض على أول فقرة وهي تأجيل الانتخابات، صحيح هذه المعلومة؟ الشعبي أي نعم، لكن الشعبي حزب كبير له وضعه يا باشمهندس في الساحة السياسية. أنا قلت لهم بمناسبة بكرة أنا كأرادي عليهم، لكن في إحدى الصحف التي يعني قالوا فيها كلاما عنا وليس صحيحا،
الكلام ده ليس صحيحا البتة. هم الشعبي يعني لم يعترض. طلبت منهم مهندس. طلبت منهم لم يعترض صراحة على لم يعترض، وقال لسه سندرسها. نعم ولم يعترض. بالإضافة إلى ذلك هو يعني قال بأنه نحن مع الآجال، وما الآجال آجال حتعملها كيف؟ ما لازم تكون واقعي آجال كيف؟ أنا حتى حتجي الانتخابات. طيب هل أنت قدمت مبادرة لكي تنتقد هذه المبادرة؟ أوكي انتقدها وقل ملاحظاتك حولها، لكن ما أين هي مبادرتك للتعامل مع هذا الواقع؟ أين هي مبادرتك؟ أنه الآن أنت بعد كم شهر تعلم بأنه ينبغي أن تكون هناك انتخابات، وتعلم أنه ما فيش حد الآن مستعد للانتخابات، ولا يوجد أي أمل لقيام انتخابات. باشمهندس لدي فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحديث. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، متواصلين معكم في حلقة هذا المساء من حديث الناس. ضيفي الباشمهندس الطيب مصطفى، رئيس منبر السلام العادل والقيادي بتحالف قوى 2020. باشمهندس قبل الفاصل كنا نتحدث عن يعني الجهات التي قدمتم إليها المبادرة، بدأنا أولا بالأحزاب والحركات الموجودة خارج السودان، ثم انتقلنا إلى المؤتمر الشعبي. التقيت أيضا بمن من القيادات الحزبية أو من الأحزاب التي لها وزنها للساحة السياسية؟ قابلنا بالسيد الصادق المهدي. نعم. ماذا دار في الحوار وكيف يعني؟ السيد الصادق المهدي تحدثنا عن كل عن كل المبادرة طرحناها عليه، بل أنه أدخلنا فيها شيئا أو نقطتين بعد أن جلسنا معه، يعني عدلنا فيها. لماذا؟ لأننا نريد أن نسترشد بآراء. نحن هذه المبادرة مفتوحة بحيث أنه متى ما وجدنا شيئا إيجابيا يمكن أن يعضدها ويقويها، يعني ما عندنا مشكلة في أنه نضيفه. ناقشنا جميع النقاط وركزنا في نقطة الثقة، أنه لا توجد طريقة لكي يثق في أي انتخابات تجرى لو ما كان هم ذاتهم شاركوا. لماذا؟ لأنه أصلا الثقة المناسبة الآن هي في حالة انهيار كامل بين هؤلاء المعارضين وبين الحكومة. فركزنا على هذه النقطة تركيزا كبيرا، وركزنا على قضية الجنائية، أنا كيفية معالجة، لأنه هذه الأشياء كذلك التي ينبغي أن نتحدث أن يتوافق الناس حولها، خاصة وأن الحوار الوطني في مخرجاته يعني نص عليها بصورة من الصور، فهو أبدأ موقفا إيجابيا جدا حولها. فكل القضايا يعني ناقشنا، وأنا أظن أنه هو تفهم موقفنا تماما، وصحيح لم يعطي ردا نهائيا، لكن يعني انا شاعر انه كان مرتاح. هذا شيء صادق، تقبل هذه المبادره بصدر. لا والله لا استطيع ان اقول بانه، لان لا اريد ان اقوي له شيئا هنا بعد، ممكن يقوم ينفوا كذا. لانه كذلك الشيخ الصادق المهدي وهو جزء من تحالفات، يعني له التزامات مع هذه التحالفات، من الصعب جدا انه يعطي رايا بمعزل عن القوى الاخرى المتحالفه معه. لكن أشعر بأنه هو تفهم موقفنا تماما، لم يبدي أي رأي، لكن أظن أنه متفهم على كل حال، متفهم لا أقول أنه قبلها، لكن متفهم جدا منطلقاتها، ويعلم تماما بأننا حريصون على أن نخرج ببلادنا إلى بر الأمان، ويعلم تماما بأنه ما عندنا أي أهواء شخصية، ما عندنا أي هنا شخصية دوافع شخصية حولها، إنما نريد إنقاذ للوطن وكذا. كان لقاء مثمر جدا وفيه كثير من الاحترام، وأشعر بأنه على كل حال كان مرتاحا. نعم. الجلوس إلى شخصيات سياسية أمثال الإمام الصادق المهدي، يعني هل تعتقدون أنه يضيف للمبادرة؟ يعني الإمام يمكن بعلاقاته بتاريخه بنفوذه أن يؤثر في التحالفات التي تحدث عنها، أن يستطيع إقناعها بالمبادرة أو ضمها؟ لا شك في ذلك. الإمام الصادق المهدي هو رجل له وزنه التاريخي، ما في كلام، يعني أصلا لا يمكن أن يتجاهله أحد، لا يستطيع أحد أن يتجاهل السيد الصادق المهدي بأي حال من الأحوال، ولذلك هو له تأثير هائل جدا. عشان كذا كثير من القوى السياسية تجي عشان تستقوي به لكي تدخل معه في تحالفات لكي كذا وهكذا، لكن هو على كل حال هو عرضة لجميع هذه المحاولات، لا أقول محاولة الاختراق، لكن محاولات أن يستغوى به وأن يسترشد برأيه وأن يؤخذ دعمه، يعني كل جهة من الجهات تحاول أن تأخذه إلى جانبها وهكذا. هو رجل من الحكمة بمكان، ويستطيع أن يوظف
كل هذه الاتصالات لمصلحة البلاد. هو رجل مهموم جدا ب رجل مبادئ ما في كلام يعني ومؤكد يعني هو عنده حكمة كبيرة وخبرة طويلة يستدعيها منذ أن كان شابا صغيرا دخل في معترك السياسة ومن شأن ذلك أن يستدعى ليصب في مصلحة الوطن. نعم باشمهندس، قدمتم هذه المبادرة مباشرة إلى المؤتمر الشعبي ومباشرة إلى حزب الأمة، جلستم على الإمام الصادق، يعني مع من تتوقعون أن تجلسوا في المرحلة المقبلة طرح هذه المبادرة ونقاشها؟ حسنا إحنا حنناقش يعني أنا قدمتها لبعض أعضاء المؤتمر الوطني يعني قيادات حقيقة أرسلتها لهم وبعضهم جلسنا معهم، لكن قيادة المؤتمر الوطني سنجلس معهم خلال اليومين. ستجلسون مباشرة مع مولانا أحمد هارون نعم. لتقديم المبادرة بصورة رسمية. نعم في اتفاق بيننا على هذا، بل أنا أرسلتها كذلك أعطيتها لرئيس البرلمان رئيس الهيئة التشريعية القومية المرحوم إبراهيم أحمد عمر، أعطيتها لنائبته دكتور بدرية سليمان وهكذا، أعطيتها لقوة سياسية كثيرة جدا أرسلت لهذه المبادرة، قوة سياسية وأحزاب سياسية كثيرة أرسلت لهم هذه المبادرة وبعضهم دخلت معهم في حوار حولها كذلك. لكن يعني الجلسات هي محدودة جدا حتى الآن يعني، ولكن أشعر بأنها مقبولة، بل أنه لا يوجد أقوى منها الآن في الساحة، أقوى من مبادرة 2020 دي لا يوجد. لدي مادة في الفيديو نتابعها ثم نعود لنواصل الحديث. وطن المجد عليك سلامه، لك في القلب هوى وغيامه، حين تمر على ذاكرتي تخضر وتسهر أحلامه. ولساني يغدو بستان من شعر ويطيب كلام، سودان تهول حياتي لترفرف فيك الأعلام. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، متواصلون معكم في حديث الناس، ونرحب بكل الذين انضموا لمتابعتنا الآن. باشمهندس، يعني هي جهود تبذلونها أنتم في تحالف قوى 2020 وهذه المبادرة التي قمتم بتقديمها والجلوس لنقاشها مع عدد من التنظيمات السياسية والأحزاب، يعني عموما هل أنتم متفائلون بأن تجد قبولا كبيرا وسط يعني الأحزاب والتنظيمات السياسية؟ هو نحن ما عرضناها لهم وده كله متين، لماذا؟ ليس لكي تقبل الأحزاب، إنما ستجتمع الجمعية العمومية للحوار. الجمعية العمومية للحوار الوطني تقرر أن تنعقد، هناك هيئة اسمها الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، فيها حوالي 20 عضو تضم شخصيات سياسية، هذه انتخبت أو معظم أعضائها انتخبوا من الجمعية العمومية للحوار. أنا جزء من هذه الآلية، فيها 20، هذه تعتبر مرجعية عليا لأنها ممثلة للحوار الوطني. هذه قررت أن تعقد الجمعية العمومية للحوار، أن تعود الجمعية العمومية للحوار مرة أخرى، تقرر يعني حتنعقد الجمعية العمومية للحوار في وقت ليس بعيدا، هذا قرار، ورئيس الجمهورية هو رئيس هذه الهيئة التنسيقية العليا، فقرار صدر وننتظر الآن الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للحوار. الجمعية العمومية للحوار ستعرض عليها جميع المبادرات، ما فيها مبادرتنا دي، المبادرة دي ستعرض من بين المبادرات الأخرى. نحن الآن بنعرض هذه لكي يحدث إجماع حولها أو حول أهم مكوناتها، أهم بنودها، بحيث أنه عندما تجتمع الجمعية العمومية للحوار تجاز. لذلك
نعول كثيرا أنه قبل أن تجتمع الجمعية المعنوية للحوار أن نعرضها على عدد كبير من الأحزاب بحيث أنه يحدث التوافق حولها عندما تجتمع لكي تجاز كمخرجات. عندما تجاز كمخرجات الحمد لله يعني بعد ذاك وذاك النجاح الأكبر مخرجات بعد ذاك حتى تعرض على البرلمان لكي يطلعها في شكل تعديل دستوري. في من النقاط المهمة جدا التي لم أذكرها لك في هذه المبادرة وهي مختلف حولها ونحن حتى الآن فاتحين أبوابنا تماما لكي نناقشها ولكي نعدلها إذا اتضح بأن معظم الناس متفقين عليها متفقين على التعديل, هي القضية بتاعت ما يعني ما هو الجهاز التشريعي الذي يحكم خلال الفترة الانتقالية. هل حيكون في جهاز تشريعي ولا ما حيكون فيه؟ إذا كان ما في جهاز تشريعي طبعا ده شيء منقوص, وأن الديمقراطيات كلها تقوم على جنوع الفصل بين السلطات, يعني لا يمكن السلطة التنفيذية كل وحدها هي التي تحكم ولا يوجد جهاز رقابي تشريعي برلمان يعني عليها. في برلمان موجود حاليا, نحن طارحين أن هذا البرلمان الحالي يستمر خلال الفترة الانتقالية ويضاف إليه ممثلون من الأحزاب الممانعة والحركات الممانعة يضاف عشان يمثلوا فيه. هذا مثلا رأينا, لكن هناك من يرى أنه لا داعي لا يحل هذا البرلمان لأن البرلمان ده مسيطر عليه من حزب واحد حزب المؤتمر الوطني وعنده أغلبية ميكانيكية فيه, عشان كده حقه نحن نحله ونعمل لنا برلمان جديد تختاره الجمعية العمومية للحوار. هذا رأي. هناك رأي يقول متطرف يقول بأنه لا داعي أصلا لمجلس تشريعي خلال فترة انتقالية لمجالس تشريعية ولا لبرلمان. ده رأي يتناقض مع الديمقراطية, لا بد من جهاز رقابي تشريعي. لكن حتى إذا كان سلمنا بالقرار بالتوجه الآخر اللي هو أنه يعين مجلس تشريعي مجالس تشريعية ولائية عشان تحكم الحكومات الولائية تراغبها تشرع لها, أو برلمان هنا لتعديل الدستور وما إلى ذلك ويمارس الرغبة على السلطة الانتقالية, يعين من قبل منهم من قبل الهيئة من قبل الحوار الجمعية العمومية للحوار. نحن نخشى أنه ده يكون محل بتاع خلاف كبير جدا. لماذا؟ لأنه حيكون في يعني إذا كان غررنا أنه بدل 500 الموجودين الآن دعم 100 100 ده من هذا العدد الهائل حيحدث خلاف كبير جدا. هذا ما نخشاه عشان كده نحن نخشى أنه يحدث خلاف كبير جدا في قضية نحن على كل حال عارضين هذا الأمر, وما عندنا مشكلة أصلا إذا كان رأت الجمعية العمومية للحوار أن تأخذ بالرأي الذي يدعو إلى حل الهيئة التشريعية القومية الحالية مع نهاية فترتها وشرعيتها في 2020 بحيث أنه يعين من قبل الجمعية العمومية للحوار مجلس جديد مجلس يعني وطني ومجالس تشريعية, برضو ما عندنا مشكلة في هذه. لكن بهمنا جدا أن يكون في مجلس رئاسي يعبر عن الجميع حتى نكسب الثقة وحتى ندعو الآخرين لكي يشاركوا فيه حتى ننتقل ببلادنا إلى الأول لكي تكون في انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع. نعم باشمهندس, لدي استطلاعات عبر السوشيال ميديا, نحن نطرح دائما موضوع الحلقة قبل ساعات من الهواء لنجس النبض المتابعين نتابعها ثم نعود نتواصل. بالنسبة لمبادرات الأحزاب السياسية والتجمعات لحل الأزمة الراهنة في السودان, هنالك شيء أضعف هذه المبادرات نفسها وهي كثرة المبادرات أضعف المبادرات نفسها. كانت هنالك مبادرة وجدت قبول واستحسان من كثير من قطاعات الشعب السوداني وهي مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم. المبادرة الأولى طلعت في يناير واللي مضى عليها أكثر من 274 من أساتذة جامعة الخرطوم, ولكن هنالك لقد كان حول هذه المبادرة في واحد اللي هي جاءت بعد مبادرة تجمع المهنيين, فرأى البعض لماذا لا يتوافق الجميع على مبادرة واحدة. الشيء الآخر الفترة الانتقالية اللي حدثت المبادرة الناس رأى إنها كثيرة واللي هي كانت 4 سنوات في المبادرة, بعض رأى إن هذه 4 سنوات كثيرة جدا. هنالك أيضا مبادرات عديدة خرجت بعد ذلك, مبادرة 52 ومبادرة أيضا من داخل جامعة الخرطوم أيضا خرجت مبادرة أخرى
وإذا كثرت هذه المبادرات أدت إلى ضعفها. الأحزاب السياسية الموجودة في السودان يرى إليها الشارع السوداني الآن بأنها أحزاب ضعيفة، وطرحها لا يلبي طموح الإنسان البسيط اللي عايش في أصقاع السودان المختلفة. إذا يحتاج الشارع السوداني إلى مبادرة يتوحد حولها، وكان الأجدر من هذه الأحزاب والتجمعات بأنها تتوافق على رؤية واحدة وتتوافق على مبادرة واحدة حتى أنه يلتف حولها كل قطاعات الشعب السوداني. فكر انه قرار الرئيس الاخير تشكيل حكومه القطاعات وسن قانون الطوارئ سوف يسهم في حل المشكله الاقتصاديه، وسوف يحد من ممارسات بعض الاشخاص في احتكار السلع الضروريه. شكرا جزيلا لكل الشباب الذين أبدوا برأيهم حول هذا الموضوع. باشمهندس الطيب معي عبر الهاتف الدكتور محمد المهدي الأمين السياسي لحزب الأمة القومي. دكتور محمد المهدي مساء الخير. مرحب، حياك الله. يعني أنتم في المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، طبعا باشمهندس حدث أنه يعني جلس مع الإمام الصادق المهدي مباشرة وتناقش معه في بنود هذه المبادرة. أنتم كمكتب سياسي كيف تنظرون إلى هذه المبادرة، مبادرة التحالف قوى 2020؟ وطبعا أول حاجة شكرا على وشكرا لضيفك الباشمهندس الطيب مصطفى في داخل الاستوديو. المشكلة إنه الآن الناس لا يتحدثون عن 2020. أعتقد إنه ده حديث قديم جدا. الآن الناس بيتكلموا عن البحث عن مخرج يقود إلى فترة انتقالية تديرها حكومة قومية انتقالية لفترة محددة تنجز مهام محددة. يعني تقريبا المبادرات كلها تتحدث عن هذا الموضوع. اعتقد انه موضوع 2020 انتخابات 2020 هذه مسألة يعني يتحدث عنها التحالف السيد الطيب مصطفى، لكن حتى الحكومة لا تتحدث عنها، ولا حزب المؤتمر الوطني الحاكم. حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يتحدث الآن عن انتخابات يعني. فهذه نقطة. النقطة الثانية انه نعم الآن في مبادرات كثيرة جدا، تقريبا نحن وصلتنا حتى هذه اللحظة 19 مبادرة. 19 مبادرة حتى الآن هي أمامنا يعني أمام الحبيب الإمام الصادق المهدي، لاعتباراته الكثيرة جدا على رأسها كرمزية سياسية وكرئيس وزراء منتخب. يعني أنا يعني لم انتخابات حرة نزيهة، وبالتالي هو صاحب الشرعية التي لا تسقط بالتقادم يعني. فالمبادرات الآن هي تخضع لدراسة. نحن أنا لا أزيح سيرا أن قلت لك أننا ربما استدعينا عدد من أصحاب كل هذه المبادرات للإغاء في الأيام القادمة القليلة القادمة، ربما كان في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم يعني، لأنه تقريبا خضعت هذه المبادرات إلى دراسة عميقة من حزب الأمة، وتوصلنا إلى المشتركات بين هذه المبادرات والمختلف عليه يعني. فحصينا انه تقريبا هي متقاربه في جزئيات بسيطه جدا يعني فيها خلافات بين مبادره واخرى وهكذا يعني. فاعتقد انه يعني كثره المبادرين هذا احساس بان هنالك مشكله يجب ان يبحث عن حلها. ولذلك تجري داخل الحزب للتقييم والدراسة، وبالتالي جمع الناس للتفكير في الخطوة القادمة يعني. دكتور محمد المهدي، يعني أنت تحدثت عن أن يعني ربما كثرة المبادرات التي قدمت إليكم أو التي تقدم عموما يعني تشير إلى وجود مشكلة حقيقية، لكن هناك رأي آخر يتحدث عن أن كثرة المبادرات ربما تشتت الجهد وتضيع الوقت الذي نحن يعني في أضيق الوقت. يعني كيف تعلق على هذه الجزئية؟ الناس البحث العلمي بيقولوا إنه الإحساس بالمشكلة هو بداية البحث عن حل المشكلة. أعتقد إنه كثرة المبادرات تدل على أن الكل يحس بأن هنالك مشكلة يجب أن يبحث عن حلها. ولذلك الـ يعني هي ليست المبادرات ليست حاجة يعني غير مرغوب فيها.
بالعكس انا اعتقد انه كل السودانيين الان هم يحسون بان هناك مشكله، وبالتالي المبادرات هذه يعني تدل على تسارع لكل القوى، كل المجموعات، كل حتى الجامعاتنا، جامعاتنا الوطنيه هي الان على راسها جامعه الخرطوم تقريبا ادلت بذلها في هذا الامر، لديها الان مبادرتان بجامعه الخرطوم يعني. فاعتقد انه كلها في النهايه تبحث عن حل، واعتقد انه يمكن ان نتوصل الى رؤيه تجمع الجميع كلهم في صعيد واحد، وبالتالي نخطو الخطوه القادمه. هذا ان لم يعني لم يطرأ طارئ يعني يعيق هذه الجهود الوطنية يعني. لكن ما نتحدث الآن ولا يتحدث الناس أصلا عن موضوع انتخابات 2020، هذا تحدث قديم جدا. طيب السيد الطيب مصطفى تحدث حديث قديم جدا عن حاجة يعني تجاوزها الزمن، يعني الناس تجاوزتها الأحداث تماما يعني. دكتور محمد يعني ابقى معي على خط الهاتف الباشمهندس معي داخل الاستوديو يرد عليك، تفضل باشمهندس. معك الدكتور عبد الرحمن. لا صحيح، يعني انتخابات 2020 لا مجال لها أخ محمد. ربما أنه لم يتابعنا منذ بداية البرنامج. نعم، انتخابات 2020 لا مجال لها. نحن قدمنا مبادرة لكي تتعامل مع الواقع الحالي ولكي تتعامل مع ما بعد 2020، باعتبار أن قيام الانتخابات في 2020 أمر صعب جدا نظرا لظروف الطوارئ، ونظرا لأن هناك حركات مسلحة بعيدة نريدها أن تدخل في العملية السياسية، ونظرا لهنا أن هناك ممانعين. هذا كله هو الذي دعانا إلى أن ننظر في فترة انتقالية لكي يستعد فيها الناس للانتخابات. هذه الفترة الانتقالية يحكمها مجلس رئاسي، هذا المجلس الرئاسي هو الذي يجري الانتخابات. مجلس رئاسي مشكل من مختلف الجهات السياسية، يعبر عن القوى السياسية المختلفة حتى تكون تحل مشكلة الثقة. هذا ما قلناه من بداية هذا البرنامج، يعني تحل مشكلة الثقة، لأنه عندما يشارك قلنا مثلا السيد الصادق المهدي في المجلس الرئاسي مؤكد ستكون هناك ثقة كبيرة من الممانعين أن هذه الانتخابات لن تزور. لماذا؟ لأن السيد الصادق المهدي من الذين يحكمون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي يشرفون على اختيار مفوضة الانتخابات والآليات التي تحكم العملية السياسية وتجري الانتخابات القادمة وإلى ذلك. نعم. هذا جانب. فلذلك نحن ما لم نختلف كثيرا، وبعدين ما عندنا مانع يا أخ محمد في أنه ما في قضية الأنج ما موجودة عندنا. لولا أنزل هذا الأسلوب، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من غريتين عظيم، إلا حكاية حقتي أنا والله أبدا. نحن جاهزون لكي نطور، لكي ندخل هذه المبادرة في مطبخ المبادرات حتى نخرج ببلادنا عبر الأمان. نعم دكتور، نعرضها. نعم دكتور محمد المهدي، يعني هل وصلت الفكرة الآن تماما؟ نعم دكتور محمد المهدي، هل أنت موجود معي على خط الهاتف الآن؟ دكتور المهدي يبدو أننا فقد الاتصال. نعم. دكتور مهدي، يعني الباشمهندس أجاب بالتفصيل على كل النقاط الغير الواضحة، لكن دعني أسألك يعني أخيرا وباختصار لو سمحت، يعني الآن في ظل الظروف السياسية الآن وكثرت هذه المبادرات المقدمة، هناك أحزاب يعني سودانية كبيرة ممانعة تماما ومعارضة تماما لأي نقاش ولأي مبادرة ولأي شيء، يعني كيف يمكن يعني أن تخرج البلاد من هذا الاحتقان السياسي في ظل وجود أحزاب وحركات بهذا الفهم؟ تمانع ماذا؟ يعني هي الأحزاب الحركات المسلحة أو الكتل الكبيرة، الكتل القوى نداء السودان والإماع الوطني، وبالتالي كل هذه الكتل المعارضة اتفقت في ما أطلقت عليه إعلان القوى الحرية والتغيير، وهذه رؤيتها واضحة جدا، الكل يعلمها عندما وقعت على هذا الإعلان. أنا في بداية حديثي قلت أنه 2020 انتخابات 2020 هذه مسألة تجاوزها الزمن. الآن الناس بيتكلموا عن البحث عن مخرج يقود إلى فترة انتقالية تقودها حكومة قومية انتقالية. هذه الحكومة القومية الانتقالية بالتأكيد يعني إن كانت الرؤى التي يعني تطرح من قبل التحالف السيد مصطفى والآخرين وكذلك الحزب الحاكم، إن كانت الرؤى تقود إلى أن يرأس هذه الفترة الانتقالية
السيد رئيس الجمهورية الحالي، أعتقد إنه هذا كلام لا يعني لا يقود إلى حل. نعم. لأنه الرئيس البشير هو المشكلة، فمستحيل أن يكون الحل. شكرا جزيلا. المشكلة الأساسية جدا جدا التي أعاقت البلاد أن تمضي إلى الأمام نتيجة القضايا المعلقة حوله ونتيجة عدم قدرته على إدارة الدولة فيما يتعلق بالقضايا التي ارتكبها بيده. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا يعني. أشكرك جزيلا دكتور محمد المهدي الأمين السياسي لحزب الأمة. يعني لم يبقى لي كثيرا الوقت، بس مهندس الطيب مصطفى، دكتور محمد المهدي تحدث عن أن ربما تواجهون بمشكلات كبيرة جدا، على رأسها كما ذكر هو وجود السيد الرئيس. هناك أيضا يعني ربما إشكالات عدم مشاركة أحزاب كبيرة جدا وتنظيمات سياسية في هذه المبادرة التي هي أصلا رافضة للمشاركة في أي عمل سياسي في 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 السودان. لم يبق لي أكثر من دقيقة، أوجز لي حديثك باشمهندس. أولا أقول الأخ محمد، يعني عندما قلنا مجلس رئاسي، هذا المجلس الرئاسي الرئيس لن يكون رئيسا مطلقا، إنما سيكون جزءا من مجلس مكون من عدد من الأفراد، يمكن أن يكون فيه سيد صادق المهدي، ليس يعني مجلس رئاسي. يمكن جدا أن تحدد صلاحيات المجلس. تذكرون أنه في اتفاقية نيفاشا النائب الأول لرئيس الجمهورية حدد الدستور أنه لا يستطيع مثلا رئيس الجمهورية أن يفرض الطوارئ إلا بموافقة النائب الأول. هذه من الأشياء التي يمكن جدا، يعني صلاحيات المجلس الرئاسي يمكن جدا أن تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث أنه ما ينفرد بالقرار. لماذا؟ لأنه هو جزء من 5 أفراد. هذا جانب. الجانب الآخر، المبادرات الأخرى التي طرحت دي كلها نحن أظن أنه يعني تحدثنا عنها. يعني مثلا أديك مثال، تيمع المهنيين، هذا لا يريد إلا إسقاط النظام. يعني إسقاط النظام الآن، لماذا؟ لأننا نعلم من يدير، من يحرك تيمع المهنيين. يحركه أو أكثر إنسان ظاهر فيه هو تابع لحركة عبد العزيز الحلو الذي يدعو إلى إسقاط النظام. هو نفسه تيمع المهنية يدعو إلى إسقاط النظام. تسقط بس. هذه مثلا مبادرة. فاروق أبو عيسى تحدث في فيديو موجود وكذا، قال بأنه لنريد فترة انتقالية طويلة، وهذا الكلام يعلمه سيدي صادق المهدي وعرضته عليه عندما قابلته. قال بأننا تحكمنا فترة انتقالية، قال بأنه نريد فترة انتقالية 4 سنوات، لا نريد أن نكرر خطأنا السابق، يعني في أكتوبر وفي أبريل أن تكون الفترة عندما كانت الفترة الانتقالية قصيرة، نريد فترة طويلة. قال لأنه لو عملنا فترة قصيرة، فترة انتقالية قصيرة، ستعود الأحزاب. قلت للسيد الصادق المهدي، من يقصد فاروق أبو عيسى بعودة الأحزاب؟ ألا يقصدكم أنتم؟ يعني لا يريد الأحزاب. لماذا يريدها؟ لا يريدها لأنه يعلم بأنه لن يأتي بالانتخابات. الحزب الشيوعي السوداني لن يأتي بالانتخابات. لماذا؟ لأنه لا جمهور له، لا يمكن أن يقبله هذا الشعب، وهكذا. فلذلك هذه المبادرات كلها حقيقة أو عدد كبير منها يدعو إلى إسقاط النظام، وهذا ليس حلا واقعيا. السيد الصادق المهدي رأيه مختلف عن هؤلاء الذين تحالف معهم، يعني حتى تحالف القوى على الحرية والتغيير. أعتقد بأن السيد الصادق المهدي رؤيته تختلف. لماذا؟ لأنه متحالف مع أولئك ويستمع إلى آخرين. أنا أعتقد بأنه رأيه متوازن، ولا يمكن أن يخضع لهؤلاء الذين يتآمرون عليه، والذين يدعون إلى 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 أن إلى رؤية تختلف عن الرؤية التي يمكن أن تحقق لحزب الأمة ولحزب الاتحاد الديمقراطي. شكرا لك. متحدهما. شكرا جزيلا لك الباشمهندس الطيب مصطفى، رئيس منبر السلام العادل والقيادي بتحالف قوى 2020. مشاهدي الأعزاء، انتهت حلقة هذا المساء من حديث الناس، والتي تحدثنا فيها عن المبادرات السياسية ومستقبل السودان. شكرا لكم والسلام عليكم.